بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. أطلقت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي جنوب الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في منطقة إم الرشراش إيلات. وبفضل الله تعالى فقد حققت العملية أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو على ذلك. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة، وما النصر إلا من عند الله. صنعاء 25 من ربيع الآخر 1445 للهجرة، الموافق 9 من نوفمبر 2023، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.